الدراسة في البداية هي شملت عينة فيها 379 مهاجر على ثلاثة ولايات، هي تونس الكبرى وصفاقس ومدنين. والعينة أثبتت أنه 60.2% من الوافدين من العينة وفدوا عبر الحدود الغربية عبر الجزائر، و23.2% عبر ليبيا، و14.5% فقط عبر المطارات. العينة المدروسة اللي انجزها المنتدى، أولا هما ينحضروا من 23 بلد تقريبا، بالترتيب هي السودان ثم غينيا ثم سيراليوني ثم الكوت ديفوار. العوامل اللي تدفع إلى الهجرة، ثلاثة عوامل أساسية مرتبطة بالأنظمة القمعية في بلدانهم، بالتغيرات المناخية وبالحروب. الدراسة حاولت تفكك أيضا مسارات نتاع المهاجرين ورغبتهم في مغادرة التراب التونسي. أكثر من 79.2% عبروا عن رغبتهم في العبور إلى إيطاليا. الدراسة هي مساهمة من المنتدى في فهم أعمق لقضايا الهجرة، بعيداً عن المقاربة الأمنية التي تبدأها الدولة، بعيداً عن المقاربات التمييزية ضد المهاجرين اللي شفناها في المدة الأخيرة. وهي مساهمة أولاً أنه مسؤولية الدولة التونسية يكون عندهم فهم أعمق باش نجموا يتخذوا القرارات، الرأي العام الوطني من أجل فهم الظاهرة في مختلف أبعادها، والعمل على إيجاد حلول بعيداً عن الممارسات الأمنية والقمعية ضد المهاجرين. اليوم احنا في المنتدى نشوف أنه الاستجابة الإنسانية أكثر من ملحة، خاصة في ظل صعوبة الوضع، خاصة في جهتي جبنيانة والعامرة، وأن المجتمعات المحلية تعاني من تبعات هذه الأزمة. وبالتالي من مسؤولية الدولة التونسية نقل المهاجرين واللاجئين العالقين في تونس إلى أماكن إيواء آمنة توفر فيها كل الخدمات الإنسانية الأساسية، والضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد مسارات تنقل للمهاجرين العالقين في تونس. الدولة منذ فيفري تبنت مقاربة أمنية تمييزية عنصرية ضد المهاجرين، ولو أنه ثم تراجع نوعا ما في الخطاب السياسي الرسمي في علاقة بالمهاجرين، لكن الدولة ما زالت تستعمل اليوم ورقة الهجرة لأسباب داخلية وخارجية. أسباب خارجية مرتبطة بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأسباب داخلية مرتبطة بالسياق الانتخابي الحالي ومحاولة تصوير المشهد السياسي الحالي وكأنه هو الحامي للتونسيين والعامل على إيجاد حلول من خطر آخر يهدد المواطنين التونسيين، إضافة إلى المعارضين وإلى اللوبيات وغيرها. اليوم يحاول يصور أنه الهجرة تهديد أمني للتونسيين، وبالتالي يحاول يستثمر في هذه الورقة.